اهلا بيكم، معاكم محمد رشوان استشاري حجوزات لدى وكالة تتنم للسفر والسياحة. طبعا اول حاجة عايز اتكلم عنها بتواجهني بصفة عامة، الناس اللي بتخش لي دايما او العملاء اللي بيخشوا لي دايما لما بييجوا يتكلموا معايا ما بيبقوش عارفين ايه الواجهات اللي هم رايحين عليها، اللي عايز يسأل عن اي حاجة، اللي عايز يعرف اي معلومة عن اي دولة ممكن نروح لها، ايه الاماكن الحلوه اللي ممكن نروح لها، ايه الاماكن اللي نقدر نعمل فيها اكتيفيتيز، ايه الناس اللي بتحب، في ناس بتحب الطبيعه، في ناس بتحب البحر، في ناس بتحب الخضار، في ناس بتحب، كل واحد وليه مجال معين، كل واحد وبيحب حاجه معينه. مثلا انا رايح تركيا، طيب انت لما تساله عن تركيا تعرف منين اللي قدامك دوت فاهم او مش فاهم، تعرف منين اذا كان هيقعدك في فندق كويس او فندق بعيد او فندق في وسط البلد او فندق تقدر تخرج من خلاله تغطي المعالم السياحيه اللي حوالين المكان اللي انت فيه. طيب انت لازم تكون قاعد مع واحد فاهم، مش مجرد واحد بيتكلم عن السياحه وخلاص بتقول له بيحجز لك فندق وخلاص، او تخش على بوكينج دوت كوم تشوف الفندق تروح داخل عليه تك 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 خلاص انت بتحجز الفندق وخلاص. لا انا النهارده موجود عشان خاطر اجاوب على كل استفساراتكم، بعد كده احنا النهارده هنبتدي برنامج طويل مع بعض ان شاء الله اكون عم بحسن ظنكم في اي حاجه تسالوني فيها. ناس تيجي تقول لي يا محمد والله انا عايز اروح تركيا، طيب انت عايز تروح تركيا؟ انت مجهز للسفر لتركيا؟ عارف ايه افضل الاماكن في تركيا؟ البادجت بتاعك اللي انت محدده، عارف البادجت اللي انت محدده كام؟ اهم حاجه الخدمه، الخدمه اللي احنا بنقدمها، ان يكون الموظف اللي موجود في شركه السياحه موظف قوي عنده امكانيات، عارف امتى وفين والمكان اللي يقدر ينزلك فيه، وانت كعامل تنبسط وتستمتع بالمكان اللي انت رايحه. دلوقتي ايه الفرق ما بين ان انا احجز من وكاله سفر وسياحه واحجز من على موقع اونلاين؟ اونلاين تروح تلاقي الغرفه مش نفس الغرفه اللي موجوده على الموقع اللي انت حجزت من عليه، ممكن تروح ما تلاقيش افيلابيلتي، لو حبيت تغير الحجز ممكن يحصل لك مشكله في تغيير الحجز، ممكن طبعا في ناس كتير هتقول لك لا انا بحجز من فيزا كذا او بحجز من فيزا كذا، اوكي معاك ان انت ممكن تحجز فيزا وممكن ما تروحش تدفع غير هناك في الفندق وكل حاجه، بس انت لما بتحجز من وكاله سفر وطيران لو انت حجزت باكج كامل مع الطيران والسكن وكل حاجه، انت بتتعامل مع مؤسسه تقدر تاخد منها حقوقك، لكن لما تروح تحجز مع اونلاين انت دلوقتي بتتعامل مع سيستم ما انتش عارف ايه اللي ممكن تاخده منه، انما انت النهارده حبيت تغير الغرفه بتاعتك، حبيت تغير موعد الطيران بتاعك، لو حصل لا قدر الله اي ظروف انت تقدر تروح المؤسسه اللي انت حجزت منها الرحله بتاعتك كامله وتقدر تغير في المواعيد بتاعتك. تابعونا على مواقع السوشيال ميديا اللي هتظهر قدامكم على الشاشه واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. نرحب بجميع استفساراتكم عبر حساباتنا على مواقع السوشيال ميديا.